هذا وأجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء خاصا مع مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار علياء المزروعي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. نتابع. نحن الآن داخل واحد من الأجنحة الخاصة بالدول المشاركة في المنطقة الزرقاء بكوب 27، وتحديدا جناح الإمارات العربية. في حقيقة الأمر اليوم الخاص بالعلوم والأبحاث العلمية والشباب وأجيال المستقبل، إذا تحدثنا عن العلوم فهناك مجالات عديدة تساهم في التعامل مع التحديات والتغيرات المناخية، ولكن أيضا هناك العلوم والأبحاث الخاصة بالاستمطار. سنتعرف الآن على بعض البرامج المختلفة وبرنامج خاص بدولة الإمارات أطلقته للتعامل مع الاستمطار. معي ضيفتي الآن الأستاذة علياء المزروعي، وهي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. برحب بحضرتك يا فندم على القناة الأولى المصرية. بنتكلم يا فندم عن يوم خاص بالعلوم، ما هو البرنامج الجديد الذي أطلقتموه، وكيف سيتم التعامل مع التحديات المناخية المختلفة؟ أكيد. مشاركتنا من ضمن الوفد الإماراتي من المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مشاركة للتعريف بخططنا المستقبلية للدورة الخامسة للبرنامج. واليوم الحمد لله تم إطلاق وثيقة المجالات الجديدة للدورة الخامسة، واللي يتضمن فيها مجالات أو مجال جديد شوية مثير للجدل ممكن نقول. المجالين هم الرئيسيين، مجال منهم تحسين تكون السحب، والمجال الثاني هو تحسين الأمطار أو تحسين كميات الأمطار. نحن طبعا هالمجالات هي راح تؤدي لنقلة نوعية من حيث البحوث، بحيث أن نحن نركز أكثر على جودة المخرجات اللي تطلع من المشاريع البحثية اللي إحنا نمولها ونشتغل فيها وياهم من مختلف أنحاء العالم. نحاول بطريقة مجدية أن نحن نساهم في مواجهة أو مكافحة الجفاف اللي هي إحدى تداعيات التغير المناخي. طيب كمان يا فندم جزء مهم جدا هي مشاركة الشباب، يعني أكيد البرنامج ده كان ليه جزء أهم جدا من أفكار الشباب، ولكن بجانب كمان الأفكار أهو بيتم تطبيقها على أرض الواقع، بماذا شارك الشباب؟ صحيح، البرنامج تم إطلاقه طبعا بدعم كبير جدا من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وكان إحدى الركائز الرئيسية للبرنامج بناء القدرات ودعم الشباب وإدخالهم في كل مشروع بحثي نشتغل فيه مع مختلف أنحاء العالم. نحاول من خلال المشاريع أن نحن يتم إدخال الشباب طبعا في مستويات أكاديمية معينة، بحيث أن يشاركون في مخرجات هالمشاريع. طبعا هو شرط من الشروط الأساسية لكل مشروع عند دعم المشروع أن يكون في رقم أو عدد معين على الأقل داخل في كل مشروع. هو تعاون بشكل عام بين الأفكار العلمية والشباب للخروج بآليات معينة للتطبيق على أرض الواقع للتعامل مع التحديات المناخية. شكرا جزيلا أستاذة علياء المزروعي على هذه المعلومات الوافية. وربما كما رأينا برامج عديدة تنطلق هنا من كوب 27، والذي كنا نتحدث دائما عن سمة التنفيذ هي سمة المؤتمر، لذلك ليس فقط قرارات أو إطلاق مشروعات أو ابتكارات، ولكن الآن هو التطبيق الفعلي لهذه البرامج، أيضا حلول مبتكرة بمشاركة الشباب.